عليكم، معكم الفضيلي توفيق من مدينة أسفي. اليوم عندي واحد الفكرة قلت نتقاسمها مع رؤساء الجامعة ومع الجامعات المحلية اللي عندهم واحد الدخل اللي هو بسيط. قلت بما أن احنا في واحد حجر صحي، لقيت أنني علاش لاني ما نبطاكش واحد الفكرة اللي نعاون بها الناس ونعاون بها غير ديالي، وخصوصا الجامعات المحلية هما الأولين اللي فكرت لهم. انه في ظل هذا الوباء اللي تمنوا من الله انه ربي يرفعوا علينا وان شاء الله ما غادي تدوز هذه الموجه هذه بخير وعلى خير، قلت انه كاع الجامعات المحليه غتكون كتوفر على تراكتور وسيتير ديال الماء، وان كاين مشكل ديال التعقيم، انه كاع الناس اللي عندهم تعقيم دابا كيكون عنده لا سيتير قصيره، سواء ريزيرفوار اللي كتكون على الكتف او لا ريزيرفوار اللي كتكون في البيكوب كتكون ان طون يعني اللي كاينه فيها. قلت علاش لا لما يتعاونوا ونديروا هاد السيترن هادو اللي فيهم 8 طون، هادو غادي نشدوا هاد لي زاباري هادو اللي كتشوفوا معنا نيت. مسائل اوليه بسيطه ورخيصه بزاف، متناول اي واحد، متناول الانسان العادي والجماعات المحليه. قلنا احنا نصوبوا هاد لاباري هادي، غادي تكون ان شاء الله تعقيم فواحد لا كونتيتي اللي هي كثيره ماشي قليله، اللي غادي تحتاج ما تبقاش تحتاج ان الانسان يبقى يدي بلاصه يمشي ويعاود يرجع يعاود يشارجي ويرجع، غادي يبقى هاد لا سيتيرن هادي بلا ما يحتاج انه غادي يكون عنده واحد الشاحنه اللي كتكون مخصصه لهذا الشيء كما دايرين الشركات الاخرين، اللي غادي تكون بواحد الثمن اللي هو كثير وماشي مسطات الجماعات اللي هي صغيره. قلت انا علاش اللي مختار هاد نفكر لهم لهاد الفكره هادي بسيطه بزاف. هاد الحوايج اللي عندي عند اي واحد سواء في دارو سواء في اي بلاصه، هاد اللي ممكن اي جماعه تصاوبها، اي جماعه تقدر تصاوبها. كاين هاد الفكره هادي وكاين فكره ديال واحد المشروع اخر ان شاء الله اللي غادي تشوفوه معايا الى كتاب ان شاء الله غادي يكون. هذا المشروع هذا هو الى لاحظتوا انه كانوا في الصين كان واحد الكاميوات خاصين انه كيرشوا واحد البرودوي كيتمو غاديين وفيهم واحد البيستولي كبير كيتمي غادي وكيرش. هذاك فكرت لي علاش اللي ما نصوبوش حنا بمواد بسيطه بمرميل عادي ديال الزيت خاوي وواحد الفونديراتور واحد الفرفاره ديال اللي كدير في كوري في ديال المواشي ولا ديال الدجاج اللي كي يحيد ذاك الريحه وداك الشيء، شي حاجه اللي هي بسيطه ان من هذيك الفونديراتور مع هذاك البربيل غادي نقدروا نصوبوا هذيك لاباراي شي شويه نديروا واحد الريديكسيون اللي هو صغير غادي تشاهدوا معنا ان شاء الله انه غادي نديروا واحد الريديكسيون ونحاولوا نديروا واحد لا فيتاس ديال داك الفونديراتور باش تحاول توصل الماء وغتبقى في نفس لا سيتيرن عواد الكاميو. هاد لا سيتيرن غادي نبرونشيو مع داك لاباراي وغادي تبقى 8 طون برونشي مع داك لاباراي وغادا كتعقم الاحياء. لا سيتيرن كيف درنا لانه ضروري ما غيتخصها الضو، درت لها واحد الكروب الكتريك موبيل عادي راه كيتباع في اي بلاصه، هزيتو درتو معاها غادي يلصق فيها غيبقى معاها فيكس، واحد لاباراي ديال غسيل الطوموبيلات اللي هي صغيره بسيطه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.